هذه الأوراق. واللاعب سعد محمد البقمي نادي الوطني يدير هذا اللقاء الحق الدولي من دولة الكويت راشد الشمالي. حكم فيديو حكم السعودي الدولي منصور الشمري. في اللقاء الثاني جمع بين اللاعبين عادل مخلد المطيري من نادي الأهلي واللاعب عد سعيد البحراني من نادي الهدى. يدير اللقاء الحكم الدولي من دولة مصر تميم غازي. وحكم فيديو الحكم الدولي السعودي تركي المطيري. تمنياتنا للجميع بالتوفيق. نعم، ونحن نتمنى بأن نشاهد منافسة كبيرة ما بين اللاعبين الأربعة الذين تأهلوا إلى من قبل النهائي. هذا يدل على ان احنا موعدين بمباراه عاليه الرتم، مباراه حماسيه جدا. حنشوف جمل فنيه رائعه وتكتيك عالي من كلا اللاعبين. نعم، وهنا نشاهد في هذه اللحظات نعم الاستعداد والانطلاق وانتظار الألي بإشارة من حكم اللقاء. إذا الهجوم من البداية، لمسة تقدم والنقطة، بل اللمسة الأولى لسعد محمد. نعم، ومن يتقدم؟ نعم، الحذر غير موجود مباشرة. أيضا نشاهد التركيز أيضا حاضر، و اللمسة الثانية بالنسبة لسعد. يتقدم سعد مستمر، ولكن هل يعود عبد الله؟ وهنا نشاهد ثلاث لمسات. نعم، هذا يدل على تركيز عالي جدا من سعد. يبدو ان عبد الله ما دخل في مود المباراة، يحتاج بعض من الوقت، وان شاء الله نشوف يعني لسه المباراة في بدايتها. نعم، وأربع لمسات لسعد محمد البقمي، بينما عبد الله أحمد المنسف حتى الآن بعيد بعيد، وهنا قد يكسب لمسة خامسة. لكن هنا نشاهد أيضا الآن تركيز عالي من سعد البقمي، يعني خلاه يحافظ على المسافة ويحقق خمس لمسات، والآن سادسة 6-0. نعم، ست لمسات، فرق كبير جدا. والآن سبع لمسات والتقدم يستمر بالنسبة، بل ثمان لمسات. نعم، ثمان لمسات مستمرة.
لسعد محمد البقمي هو المستمر في التقدم وليس عبد الله احمد المنسف، وبالتالي الان تتعدل النتيجه ايضا في الشاشه الالكترونيه هنا في صاله نادي الرياض وسط انتظار من الجماهير الحاضره والمتواجده. نعم سننتظر ونترقب، هل من عوده لعبد الله ام ان السعد يغرد خارج السرب؟ واضح ان السعد مسيطر على المباراه من بدايتها، الثمان لمسات استطاع ان يحققها بدون اي مقاومه من عبد الله النسف. يجب انا اشوف يجب على عبد الله ان يعيد تركيزه، يتمالك نفسه، يتذكر انه هو في مباراه كبيره يؤدي اللي عليه، يستمتع بالاداء، وان شاء الله انه اتمنى التوفيق للاعبين. نعم وهذا ما نتمناه، وايضا نريد ان نشاهد منافسه، وهنا الكل يتابع ويناظر، وبالتالي الكل ايضا مستمتع، والحضور الذي يحضر ويتواجد، ونحن نتواجد عبر قنوات اس اس سي في نقل هذا الحدث الكبير، الحدث الاضخم على مستوى المملكه العربيه السعوديه. وهنا ايضا نشاهد اللمسه الاولى لعبد الله، ربما استفاد من التوقف، وايضا اللمسه الثانيه عبد الله يعود ويحاول، لكن لن يتركه السعد الذي يريد السعد والفرح والبهجه والسرور. وبالتالي الان نشاهد هنا المدرب وهو ينتظر تسع لمسات مقابل لمستين فقط. واضح ان عبد الله تلقى تعليمات من المدرب، واضح انه بدا يدخل في مود المباراه، واضح انه بدا ينافس. اتمنى الفتره الاولى ما تكون اثرت عليه ويمدي يلحق، لانه اللاعب سعد القومي لاعب يعني معروف على مستوى المملكه العربيه السعوديه، لاعب متميز، يعني قد نقول صعب اللحاق به، لكن ما نعرف ايش بيكون في المستقبل. نعم وسعد المصنف الثالث، وهو الاخر الذي يمثل نادي الوطني، وبالتالي الامور تقترب من سعد محمد البقمي، هو الاقرب لانه اصبح فقط على بعد ست لمسات، يحتاج ست لمسات من اجل الوصول الى النهائي، ونحن في الدور نصف النهائي. ولكن هنا عبد الله، ولكن سعد يستمر بالتركيز، سعد هو المستمر، وهنا نشاهد ايضا سعد يتقدم خطوة بخطوة نحو تحقيق والوصول إلى النهائي. نعم النهائي يقترب لسعد، وأصبح الآن على بعد ثلاث لمسات فقط، ويبدو بأن الآن العودة إلى الفيديو في هذه اللحظة. نتابع هذه اللقطة. نعم في حقية الهجوم بين لاعب وآخر، الحكم راح يتاكد اذا كان في لمس للسيف، اذا في لمس راح يعتبر انه صد وهجوم، بالتالي قد يكون منسف حصل على لمسه. نعم وننتظر الان ماذا يقول حكم المباراه، ما هو القرار النهائي الذي سيصدر من الحكم في هذه اللحظات. نعم الان 12 لمسة مقابل لمستين فقط، واقترب سعد محمد البقمي من الفوز. نعم اقترب كثيرا رغم تسجيل عبد الله احمد المنسف للمسة الثالثة، لكن هذه لا تكفي لأن سعد اقترب 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 كثيرا، ويقترب رويدا رويدا نعم من الفوز والوصول إلى النهائي في أول مواجهة الدور نصف النهائي. والآن اللمسة الأخيرة لسعد، وهنا النظرات الواضحة والغضب الكبير من مدرب عبد الله أحمد المنسف، والفارق كبير جدا، ونحن طبعا صعب التعويض الآن، قد فات الأوان يعني. نعم
والنظرات واضحة وبالتالي ننتظر هذه اللحظة من أجل الوصول إلى النهائي والنهائي. نعم سعد محمد البقمي أول المتاهلين للنهائي على مستوى الرجال، إذا يتأهل في سلاح السيف العربي ويقصي عبد الله أحمد المنسف. إذا 15 لمسة لأربع لمسات، فارق كبير وأول المتاهلين.